We're not indestructible. Baby, better get that straight. I think it's unbelievable how you're giving to the hands of fate. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم كويل كيويت. اليوم أخذنا RTL فات رابط، كنا نتكلم عنه شوي. من شركة هيلفيب، طبعا أنا أخذته من محل آي فيب. أوكي، بنشوف الـ RTA طبعاً أداءه، طريقة تركيبه، شلون وضعه، مرض يطلع. اوكي، هذه شنو؟ مع درنفيس، وهذا حق المقاسات الكويل. اوكي، هذه الكويل كتر والاورينج والبراغي، المانيوال حاطين لنا كويل وقطن. الكويل حاطينه كنا الدايمتر ماله كنا 5 لفات، 3 كنا، وهذا مع قطن وعلى بروشور. نشوفه نفسه، شكله حلو والصناعة زينة، في تهوية علوية وسفلية أو بالوسط وبالأسفل. RTA طبعا، هذا الجامة ما مع، مو حاطين سبير جامة. أوكي، تعبئة من فوق وسيعة حلوة. خلينا نبطل ونشوف. طب بطلت هذا، ماشي زين. خلينا نشوف هذا شلون يتبطل. مو نظام البرغي، نظام الطقة وتسحب له برا. اوكي، خرج مرة ثانية، سكر هذا لأنه ما نحتاجه في الشرح. اوكي، مقاسه هو 28. لما تاخذ RTA جديد، أول شيء شوية لك هذا زيادة، يكون مو ملكوك عدل، سكره اكثر، لان ساعات يعطيك القراءه غلط والسبب انه مسكر عدل. فاول شيء سكرها. اوكي، درنفيس براغي عاديه اللي هو ماينس، وايد مريح انه ماينس. اوكي، الايفرو مش خال، هني مكان نحط فيه القطن، ما ادري ايش حقه، فيه اكو فتحه تحت او تفريغ بسيط هني. خلينا نجرب نركب ونشوف وضعيته. اوكي، انا حاط له الحين كويل كنا يعتبر شويه كبير ولا زين،
نجرب الركبة إذا تقص الكوع. أيوة كذي. أوكي. تبي الكوع الثاني. شوف. كذي تحط الكوع. عشان يلبس صح وتقصه. هني الركبة هذا الكويل أكبر من مساحة الدك يعني أكبر ما ينفع يركب لازم نشيل لفة هذا 8 لفات نسحب لفة أوكي هنشوف هذا الحين 7 لفات صار اوكي 7 لفات يركب نشوف ماشي 7 لفات يركب الدكت هذا كافي عليه اتوقع 5 لفات دايمتر 3 ممتاز انا اختياري خاطئ اني حاط له دايمتر 3.5 6 لفات المفروض ما احط له الكبر المفروض اصغر بس بجرب ضبط ضبط ما ضبط مو خسران اي شيء يعني هو هذا الدكت راكب عليه مضبوط دايمتر 3 6 لفات 5 لفات ممتاز 3.5 يعتبر اتوقع كبير شوية بس مو غلط ان احنا نجرب شوف هذا يعني اتوقع يضبط شمال يضبط بس يعني هذا حده يعني 3.5 اكبر شيء تحطه 3.5 7 لفات اكوف 1 2 3 4 5 7 فاكبر شيء تركب له دايمتر 3.5 7 لفات لا تكثر بس خلاص هذا حده اصغر اي اوكي يضبط معاه الاصغر بس الاكبر لا تطلع اكثر من هالجيج زين الحين خلينا نسخن أعطانا أم 24 دايمتها 3.5 7 لفات ممتاز طبعا الحين بنركب له قطن هذا قطن كلاود 9 أعطيه العافية ماخذه من عيد يعني الشريحة أتوقع كافي بعدين تعال نقصه
نكهتي نو هايب. طبعا انا اخذها من اي فيب او فولتج، يعني هذول اكثر شيء اخذ منهم نو هايب. يعني اذا ما حصلت عند هذا حصل عند هذا. نسحب سحبة ونشوف الوضع. نشوف في ليك ولا لا. حلو، ما في ليك. كلاود وايد فليفر اقل. انا ما راح اقول مو زين ولا راح اقول زين، لان لو تساوت الاذواق لبارت السلع. كل واحد لذوقه، كل واحد، في ناس يعجبهم في ناس ما يعجبهم. بالنسبه لي انا اعجبني ولا ما يعجبني بحتفظ في الراي هذا حق نفسي، لان كل واحد له راي. كمثال انا عندي الترولوجي، انا ما يعجبني، في ناس يحبون الترولوجي، فما يصير انا اظلم منتج واقول عنه مو زين وهذا، وفي ناس يعجبها. لكن انا كرايي يعني في ما ينفع حق اللي يحبون الفليفر الوايد حق يعني الكويلات الكبيره، ما ينفع. هذا ينفع حق كويلات متوسطه. الكلاود وايد بس الفليفر اقل، مو في الفليفر، لا اقل من الفليفر. يعني تقول الفليفر كم نسبته من 10، اقول لك 7. الكلاود اقول لك 9، لانه هو تركيبه سهل، سحبته حلوه، بس فليفر مو فل، اقل شويه. اللي ما يحب الفليفر وايد يقلل هذا. انا الحين فاتحه كله، يعني شوف كل المباسم فاتحه، اللي بالنص واللي تحت. مثل ما هو الفليفر مو فل، يعني قلت لك 7 من 10 الفليفر. ويعطيكم العافية يا شباب، ومع السلامة.